نورهان، شفتي ازاي انجاز منتخب فريق الناشئات وحصولهم على المركز السابع في بطوله العالم؟ اتفرجتي؟ الموضوع كان هازز السوشيال ميديا بشكل كبير، وعندنا مريم عمر وعندنا بناتنا ما شاء الله عملوا مستوى محترم جدا. شفتي ازاي الانجاز ده؟ يعني انا يعني الموضوع ده خصوصا لان هم كمان سنهم صغير، فتحسي ان البطولات دي بتخلي الناس بتكون شخصيه كمان قويه جدا في الملعب. يعني مريم عمر ما شاء الله عليها، طبعا يعني كل النادي بيسبورت اللعيبه دي، لان هي بجد هتبقى اقوى حاجه حصلت في الدوري المصري ان شاء الله. يعني فلا، بحس ان البطولات اللي زي دي بتغير في شخصيه اللعيبه كمان، بتخليهم اقوى في اللعب وفي الكاركتر وكل حاجه. يعني صحيح. بس صحيح. ده انجاز يعني طيب حلو. في حاله يا نورهان تكوين منتخب اول، انت شايفه ان ده يعني انا بقول ان دي احسن فرصه مثلا ان احنا نعمل منتخب اول على اساس ان احنا عندنا من اول بقى منتخب 98 و2000 و2002 و2004 بالزبط. دول هيكونوا نواه المنتخب بالاضافه ليكوا بالاضافه للمحترفات. فانت شايفه ان المنتخب ده يقدر في اقرب بطوله افريقيه هيشارك فيها انه يقدر يعمل انجاز، ولا الموضوع هياخد وقت؟ لا، انا شايفه ده، بس ان هو المفروض ان الناس بقى تبتدي خلاص يعني لو هو خلاص بقى فيه فعلا ان هم هياخدوا اكشن بجد ناحيه الموضوع، ان هو لازم يبقى في الفتره دي علشان الناس تبتدي تتجمع. يعني انت عارفه تجميع المنتخب وان الناس تبتدي تلعب مع بعض وكده، يعني بس احنا اوريدي حافظين بعض. يعني هتلاقي كل الناس، انا حافظه كل اللعيبه اللي موجودين في كل النوادي دي بتعمل ايه، ولو انا لعبت معاها هتبقى عامله ازاي وكل ده. فاحنا كده كده حافظين بعض، المصريات كلهم يعني. بالظبط. فما اعتقدش ان الموضوع هيبقى واخد وقت طويل، يعني ان الناس تبقى بتاخد على لعب بعض او كده. صحيح صحيح.